الإداري، وجمعة الجاي عندي تحقيق بنهار الشباب مميز لأنه بيعكس نبض الشارع الطرابلسي الشبابي بامتياز. أنا تنيني من أول هذا الأسبوع انضميت لجمعية ويل أوف تريبولي الشبابية يلي أسسها 30 أو 40 شاب وصبية طرابلسية حبوا من خلال مختلف النشاطات اللي بيعملوها على الأرض بالشارع إنه يفرجوا للعالم إنه طرابلس يلي كتير أخذت كان عندها خيبات بالسنوات الماضية هي بالحقيقة بعدها متمسكة بتاريخها العريق وبعدها رائعة وبعدها شعبية وبعدها من الناس بدبوا على بعضهم فيها. والنشاط اللي أنا انضميت له كان نشاط رمضاني ودعوا من خلاله رمضان على طريقتهم، كانوا 30 شاب وصبية التقيتهم على مدخل قصر نوفل بالتل الساعة 10:30 المساء، ضلينا الساعة 1 عم نتنزه بشوارع طرابلس القديمة ويلتقطوا الصور لأجمل المشاهد الرمضانية مشان بعدين يحطوها على الفيسبوك على الصفحة التابعة للجمعية اللي اسمها وي لاف تريبولي. والهدف من هالقصص هودي انه يفرجوا حقيقة الشارع كيف بيعيشوا الناس برمضان، انه هي طرابلس بالليل الناس بتغزو الغزل فيها، مش صحيح انه هن بعيد عن العالم او هن بخافوا ينزلوا على الشارع. والحلو بالموضوع انه البياعين اللي كانوا على طرقات المراهقين صاروا يقولوا بليز صوروني انا والعربي تبعي، تعالوا تفضلوا رح نضيفكم عرموس درا، تفضلوا هذا حمص، تفضلوا فول، تفضلوا نفس اجيلي، رحنا على سوق الخياطين، رحنا على باب الرمل تسحرنا سوا. وهو القصص يمكن تفاصيل صغيرة ولكنها بالحقيقة وقتها بتعيشيها على الأرض ساعة 10:30 المساء للوحدة بالليل بتشوفي قديش طرابلس بشوارعها وأزقتها المنسية بعدها بالحقيقة أم الفقير ولكن أم القصص اللي بترجع للتاريخ لحتى تروي مستقبل بتريدوا أنها تكون أقل خيبة من حضرها الحالي. نهار الشباب خميس الجاي رمضانية تصور على الماشي.